السيد رئيس الحكومه التقى بالنقابات وممثلي التنسيقيات ديال التعليم حول هذا الاشكاليه الكبيره المطروحه في التعليم في بلادنا، لان كانت هناك برامج متعدده واخلالات كثيره. يعني احنا شفنا الاساتذه الذين فرض عليهم التعاقد يعني كيتسلخوا في الشارع وقدام التلاميذ ديالهم والاسر، يعني القيمه ديال الاستاذ المعنويه ضربناها، ثم ضربنا القيمه الماديه، ثم اليوم الاستاذ ولينا كنعتبروه عبد، انه خصو يقري، خصو يشطب، خصو يشد الشراجم، خصو يدير التأطير، خصو يدير كل شيء، وهذا الشيء كله بدون تعويض. انا كنقول الدوله المغربيه ما تبقاش قلنا ما عندناش الفلوس، الفلوس يمكن لقاوهم. انا قلت لكم اليوم بانه كاين 335 مليار ديال الدرهم تمويل عمومي كتمشي منه 10% ما كنعرفوهاش في طارت، كيمشي لاصحاب الشركات الكبرى، اذا هما اللي كيستافدوا فلوس الدوله، في حين ان الدوله التي تحترم نفسها كتستثمر في التعليم وفي الصحه العموميتين، ولهذا وفي البحث العلمي ايضا. ولهذا احنا كنقولوا المشكل يمكن يتحل الا خدينا 10% من الاستثمارات العموميه اللي هي 335 مليار ديال الدرهم لهذه السنه، غادي نلقاو باش نزيدوا 5000 درهم للاساتذه ونحلوا عليهم، نفرجوا عليهم هذه الكربه وهذه الضغوطات وهذا التفقير، باش نحلوا المشكل وندفعوهم باش يجتهدوا اكثر داخل الفصول وخا الفصول مكتضه، ونعملوا على كل ما يلزم من اجل تجويد المدرسه، لان تجويد المدرسه العموميه الموحده المجانيه ديال الجوده اللي كتعطي تكافؤ الفرص وكتسلح يعني النساء والرجال ديالنا ديال المستقبل بالمعارف، بالحس النقدي، بالحس المواطناتي، هذوك هما اللي بغينا، وبلا بغيناهم راه خصنا نتهلاو في الاستاذ. وتنظن حنا مازال السيد رئيس الحكومه ما تكلمش في هذا الموضوع، كننتظروا منه، قلنا الى ماذا وصل؟ وقف يعني سمعنا بانه تم تجميد النظام الاساسي، تجميد النظام الاساسي خص مراجعه جذريه للنظام الاساسي، خاص الرفع من الاجور ديال الاساتذه، خاص ضمان الشروط ديال التدريس الجيدة، خاص مراجعة المناهج، خاص تشجيع القراءة في كل أسلاك التعليم إلا بغينا نهضوا بالمدرسة العمومية كرافعة أساسية، لأن الاستثمار هو أولا في العقول وفي الإنسان قبل أن نستثمر في الطرق وفي الحجر. باش يوصلك جديد فيديوهات الأنباء تيفي، تابونوا معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.